زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا
وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقلب إلى أهله مسرورا
كذقا فملاقيه.